دكتور صوفيا، انتي قدام اختبار صعب جدا، جنبك استاذك ووالدك هنا في كوريا، وقدامك ماما زي حضرتك، الله يكرمك، زي الفل الحمد لله. وقدامك ماما من اسكندريه. احنا كده ما بين اسكندريه وسول بنكلم بعض، و يعني ايه الاتنين مؤثرين جدا في حياه حضرتك يعني. والمهمه الاصعب انك هترجمي السؤال ده. ايه راي حضرتك في صوفيا وليه قررت انك تتبناها؟처음부터 저를 어떻게 생각하시고 왜 처음부터 달로 이렇게 하게 됐는지 처음에 22살 때, 지금부터 10몇 년 됐지? 14년 전에 처음에 이제 처음에 봤는데 아주 어린 나이에 저 멀리 이집트에서 여기까지 와가지고 혼자 공부한다는 게 아주 뭐야 이쁘고 또 당차다고 그러는데 똑똑하고 그래서 너무 열심히 하는 것 같아서 자기도 또 나를 또 좋아하는 것 같고 그래서 بيقول لك من حوالي 14 سنة أول ما جيت لكوريا كان تقريبا عندي 22 سنة فمن البلاد البعيدة قوي قوي هي جت في السن الصغير ده فلقى طبعا مصر بالنسبة له بلاد بعيدة جدا فالسن الصغير ده جت من بعيد وعندها كمية الشغف دي وباين عليها إن هي فعلا بتشتغل بجهد شديد وكمان بتحبني ومبسوطة جدا بيا فأنا لقيت ده هي ذكية جدا وجميلة فشفت الموضوع ده ومن ساعتها بقى حصل يعني الكونكشن ده. إزاي تقبلتي فكرة إن بنتك تسافر بره تعمل ماجستير وكمان في تخصص يعني دقيق جدا، يعني نقدر نقول عليها دكتوراه في حتى، يعني حاجة دقيقة جدا. الحمد لله. الحمد لله. أقول لحضرتك أنا كنت عايشة بره في الكويت من سنة 62 فأنا وقعد على السفر رايح جاي رايح جاي يعني إيه مش قلبي جامد أخذت على السفر وبحب السفر والسفر مليان فوائد يعني أقل حاجة 7 فوائد وبعدين اللي متربي على الأخلاق ويعرف ربنا ويتقي ربنا في كل حتة ربنا معاه خلاص ما دام ربنا معاها لا يمكن لأحد إنه يضرها أبدا وبعدين هي كان عندها شغف إن هي تعمل حاجة اللي عنده شغف ده هو رايح لهدف إنه يدرس يطلع إنتاج يعمل حاجة ما حصلتش فهي كان عندها ده فعارف أنت بتستودع ربنا تقول له إيه يا رب استودعتك الأمانة فهي الحمد لله قدها وقدود يعني أنا كنت واثقة فيها جدا جدا. طب أنا عاوز أسألك سؤال بيني وبينك كده، يعني ما بتغريش كده كأم وهي بتقول لواحد لأستاذة هنا في كوريا يا بابا؟ هو ده بيني وبينك مش هنقول لحد والله أنا وحضرتك والمشاهدين بس. حاجة عايزاها قولي لي عليها. هو راجل محترم جدا جدا وأخلاق وعارف يعني بيدي بقلبه بحب المادة بتاعته. فهو فعلا زي والدها لأنه هو بيخاف عليها جدا. ما أنت هقول لك حاجة. حضرتك يعني عارف الوالد اللي بيخلي باله على ابنه سواء هو خلفه أو إنه قاعد معاه يعني في مكان آخر أو يعني اللي بيربي. هو قام بالواجب بزيادة، هو فعلا زي والدها.